محافظة؟ الصغيرة مجلس محافظة والكبيرة مجلس مدينة. بس لحظة خلي يوقع قبل ما واحد مجلس مدينة واحد مجلس محافظة عكس. مجلس محافظة على اليمين. تمام يا فلافي. نحن جينا اليوم بمدينة حلب لنختار الأفضل لنوصله للمجلس المدينة ومجلس محافظة حلب حتى يكونوا هن يمثلونا ويكون في عنا نحن إنه هيئة تقدر تدير أمور المدينة وتدير أمور محافظة حلب بشكل كامل. نحن عاهدنا الله سبحانه وتعالى إنه نحن نختار الأفضل ونوصل أصحاب الكفاءات وأصحاب القدرات حتى ينفعوا هالمدينة وينفعوا هالشعب الصابر على هالولايات هاي بهالحل. حاليا تقوم استحقاقات انتخابية لمجلس الإدارة المحلية في شقيه المحافظة والمجلس المحلي. بفضل الله عز وجل تم تشكيل لجان تحضيرية من أخوة الأطايب إن شاء الله تعالى وبذل الجهد الطيب بالتواصل مع المكونات الثورية على أرض الواقع. وبعد ما تمت طبعا المعايير للانتخاب والترشيح وتم بيان عدد الأعضاء الهيئة العامة تم التواصل مع عدة مكونات ثورية من هيئات ومستقلين من محامين ومهندسين وأخوة أطباء ومجالس ثورية ومجالس الأحياء طبعا حتى يدخلوا في استحقاق هام جدا وخاصة في هذه المرحلة بالذات. نحن كأعضاء لجنة تحضيرية حاولنا التواصل مع جميع القوى والفعاليات الثورية في المدينة والمحافظة وحاولنا أن نؤسس لعمل مؤسساتي حقيقي يحقق أهداف الثورة ويتناسب مع المرحلة الحالية. بس على وضعه من نحن عم نحاول نبني بما يسمى دولة أو حكومة جديدة تعبر عن الثورة وتعبر عن كل طموحات الشعب السوري. طبعا بغض النظر عن السلبيات أو الإيجابيات إلا أنه كفكرة أولية لإنشاء دولة وليدة هي رائعة جدا. نتمنى أنه مهما كان المجلس الجديد أنه يقدم خدمات ويستفيد من أخطاء السابقة اللي وقع فيها المجلس السابق ونتطور على باتجاه بناء دولة عصرية وحديثة إن شاء الله وتعالى. نحن عدد الناخبين من المحامين أكثر من 35 شخص ناخب، معظمهم يتوزعون في الأرياف زائد في الأحياء، هيئات مستقلة، هيئات عاملة على الأرض. بالنسبة للمحامين من بداية الثورة كان لهم دور وما زالوا سوف يستمرون، وفي أي عملية انتخابية حتى رئيس اللجنة محامي، مراقبين حتى المراقبين بعض أكثر من محامين. فوجود المحامي يسهل العملية الانتخابية ويسهل عمليات بناء الدولة كونه يعمل بمجال القانون وبمجال القوانين وبناء الدولة. خلاص ما في داعي شباب المراقبين واحد من كل هون على اللجنة التحضيرية كمان يشوف اثنين هون اثنين مدينة ومحافظة استاذة مكتوبة بدأت بتمام الساعة 11 صباحا العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس مدينة حلب بالإضافة لانتخابات أعضاء المجلس المحلي لمحافظة حلب. بالنسبة لدائرة مدينة حلب عدد أعضاء الهيئة العامة 144، مطلوب 25 عضو مجلس مدينة، بالإضافة مطلوب أيضا 18 عضو هيئة عامة ليكون أعضاء بالمجلس المحلي لمحافظة حلب.
طيب هل أنتم راضون حتى الآن عن سير العملية الانتخابية؟ نعم، لم يتم إلى الآن أي حدوث أي مشكلة، وتعتبر هذه العملية الانتخابية في الداخل السوري أول تجربة ديمقراطية تحدث في الداخل السوري في مدينة حلب للمجالس الإدارة المحلية.